اهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا ومشاهدينا، اكيد لكل حدا انضم لنا بجمعتنا اليوم الجمعه المباركه. ان شاء الله الله يجعل ايامكم كلها مباركه واوقاتكم طيبه وسعيده. فقرتنا هي فقره العلاقه بالتكنولوجيا، اخبار التقنيات، اخر اخبار والمستجدات المتعلقه بالمجال التكنولوجي. بصرنا انه يكون معنا عبر الهاتف بالصوت والصوره الاستاذ عبد القادر عبد الحليم، مهتم بالتكنولوجيا وتقنيات الاعلام الجديد. يسعد صباحك استاذ عبد القادر. صباح النور، صباح النور لإلك ولكل المشاهدين. وصباحك يا رب، جمعة مباركة إن شاء الله وأوقاتك طيبة. جمعة مباركة. الله يسلمك يا رب أستاذ عبد القادر. صراحة نحن حابين يكون كونه ختام الأسبوع وبداية كمان شهر جديد، شهر نيسان. أكيد في على الصعيد التكنولوجي في مستجدات متعلقة بأخبار التكنولوجيا، أخبار التقنيات، عالم هذا العالم المليء بالأحداث الجديدة. لو تطلعنا على آخر الأخبار التكنولوجية. صحيح، خلينا نبدأ. يمكن أهم أو أكثر خبر تصدر، خلينا نقول، مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار التقنية لهذا الأسبوع كان نعم حفل إطلاق أجهزة جديد ضخم جدا، يمكن الأكبر في تاريخ شركة شاومي. فممكن نبدأ من هون. نعم يعني شركة شاومي على مدار يومين أطلقت ما يقارب 10 أجهزة، قسم منها حصريا للصين وقسم للسوق العالمي. لكن المثير للاهتمام كان إنه الحدث اللي أخذ الترند أو أخذ اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي كان تغيير شعار شاومي أو لوجو شاومي نعم اللي من شكل مربع إلى شكل مستدير، صحيح، ضجت في مواقع في التواصل عام الاجتماعي مثل يعني ما عم نشوفه تماما الحاليا اللي مباشرة على الشاشة. صح. الشيء انه خلال هذا العرض، يعني او خلال هذا الحفل، شاومي امضت 20 دقيقة بالشرح عن سبب التغيير من شكل المربع الى الشكل المستدير، من خلال طبعا مصمم عالمي ياباني، مصمم جرافيك عالمي ياباني اللي هو كينيا هارا، مصمم مشهور جدا. ايوه وأصرفت، يعني بنحكي عن عملية استغرقت شهور بحسب الشركة، وأصرف فيها ما يقارب 2 مليون يوان صيني، يعني عم نحكي عن 400 ألف دولار تقريبا. يعني نحن هلا وقت عم نشوف الشعار، عفوا استاذ عبد القادر، مشان نوضح للمستمعين اللي عم يسمعونا ما عندهم صوره، نحن شعار الشاومي هو حوافه بارزه، ما هيك؟ بارزه يعني محدده، وانتقلوا للشعار اللي هو شوي يعني خلينا نقول بيضوي او هيك شيء. نعم، مستدير، في مستدير. راوند شيب بنسميه مستدير. ايوه. يعني المصمم كينيا هارا تقريبا في فيديو حوالي 6 دقائق نعم. شرح عن كل عملية التغيير وكيف انه يعني كان في عمليات حسابية معقدة لاختيار الشكل المستدير الأكثر تناسبا مع كل المنتجات وما إلى ذلك. وبعدين مدير الشركة نفسها، مدير شركة شاومي لي جون، أصرف حوالي ربع ساعة من الوقت أيضا بشرح للناس الموجودين في القاعة عن يعني عن الشعار. فهاي العملية والتكلفة الكبيرة جعلت الموضوع يعني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات التقنية وحتى غير التقنية. في فيمكن عندك القول بأنه كانت حركة تسويقية يعني جميلة في عندك من حصيلة أو الشركة أو رقم المطلوب. معين للتكلفة اللي كلفته هي العملية النقل من الحواف البارزة للمستديرة أو الهيك المسطحة؟ التقارير مختلفة، لكن أقل رقم يعني انتشر على من ضمن هاي التقارير هو 400 ألف دولار أو ما يقارب 2 مليون يوان صيني على أقل تقدير. طبعا هون الشركة، يعني ممكن واحد يجي يسأل طب ليش اندفع هالقد، مبلغ تماما. كبير، مبلغ كبير يعني بهذه الدرجة من شان تعمل تغيير صغير هيك. فالفكرة هنا انه شاومي لم تشتري يعني شكل مستدير، انما اشترت شكل مستدير مصمم على يد مصمم عالمي. يعني هذه برأيي هي الفكرة نعم. الأكبر من وراء الموضوع. إضافة لذلك قد تكون عملية تسويقية، إضافة لذلك قد تكون رسالة ربما إلى أنه يعني نحن ننتبه إلى حتى أدق التفاصيل الصغيرة. فهذه قد تكون الرسالة الأكبر ربما من خلال 20 دقيقة المطولة للشرح عن تغيير صغير كهذا.
المهم بأن الأمر أصبح يعني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، فهم نعم. نجحوا على الأقل في الجانب التسويقي في ذلك. موضوع بالفعل مهم للغاية، ويعني صراحة احنا تابعنا قديش مثل ما قلت كثير من الصفحات المتخصصة بجانب التكنولوجيا، وحتى مثل ما ذكرت الأخبار الصفحات العامة كانت عم تحكي بهذا الموضوع. لكن الشيء اللي بيلفت الانتباه هو انه شاومي بحد ذاتها ممكن تكون، ذكرت انت بالتبريرات انه عملت هذا الشيء بس للضجة الإعلامية، طيب هي كشركة ما بتلاقي حالها انه اصلا هي يعني محققة الانتشار بما فيه الكفاية، يعني ما لها بحاجة لهالسبوت أو الضخ الإعلامي بهذا الشكل؟ قد يكون هناك انتشار كافي، لكن يعني دوما من أجل أن يكون هناك حديث عن ما رافق هذه العملية، نعم. عملية التغيير، ذكرنا أنه كان هناك إطلاق لعديد الأجهزة، فهي أرادت يعني تسليط الضوء على الحفل بشكل كامل. حفل هذا يعد أكبر حفل في تاريخ الشركة منذ إنشائها، وأيضا يعني منتجات بسعر وصلت إلى 1500 دولار في السوق الصيني مثلا للهاتف القابل للطي، 1200 يورو للهاتف مي 11 ألترا الذي سيتواجد في السوق العالمي قريبا. فنتحدث عن فئة سعرية جديدة، فهنا أعتقد بأن الشركة حاولت إيصال فكرة بأن هذه الأسعار هي ليست من عبث، يعني نحن نهتم لأدق التفاصيل حتى في تغيير اللوجو، فكان هناك فكرة أو رسالة أرادوا توصيلها. نعم. وأيضا من خلال عملية مثلا كهذه 20 دقيقة للحديث، عرفوا بأنها ستتصدر مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي، فبالتأكيد الأخبار ستتحدث أيضا عن المنتجات الأخرى التي تم إطلاقها خلال الحفل. جميل استاذ عبد القادر صراحه هذا التوضيح اللي وضحت لنا، لكن حابين هلا في كتار من الاشخاص ويعني ممكن لسه اللي ما اندمجوا بعالم التكنولوجيا وعالم الاجهزه الرقميه وخاصه الاجهزه المحموله. هلا شاومي كشركه نعرف بس اذا مين هي، يعني مين بلد المنشا او بلد التصنيع اذا بدنا نعرف من حضرتك، هي شغله. الشغله الثانيه اذا بدنا نحكي عن انه هي فقط يا ترى اجهزه محموله ولا ممكن يكون في اجهزه هواتف بقصد، اما لا انه مثلا في عندها تابات اجهزه كمبيوتر وما الى ذلك من التقنيه، نوضح هذا الجانب للاشخاص اللي ما عندهم اطلاع على هذا الموضوع. طبعا شركة شاومي هي شركة صينية المنشأ من حوالي 10 سنوات تقريبا، يعني في 6/4 راح يكون الذكرى 11 لإنشاء الشركة. هي ليست شركة هواتف محمولة فقط، نعم هي شركة تبيع الأجهزة الذكية باختلافها، جميل. يعني لديك هواتف محمولة، لديك حواسيب محمولة، لديك حتى أغراض يعني حتى أجهزة الاكسسوارات تلفاز اللي بنقولها. وأغراض للمنزل. ها كمان اغراض نعم منزل. يعني سمارت هوم، منتجات المنزل الذكي كما تسمى، أو أيضا منتجات إنترنت الأشياء يعني تسمى بهذا الشكل، وهي المنتجات التي ترتبط مثلا بهاتف محمول ويمكن إدارتها من خلال الهاتف المحمول، وتصل حتى إلى يعني كتل المياه. صدق أو لا تصدق، يوجد حتى كتل مياه من شركة شاومي يمكن التحكم به بالهاتف، رائع. ويعني أي العديد من المنتجات الذكية. نتحدث عن ما يزيد عن 50 أو 60 منتج مختلف واو موجودين عالميا، وفي الصين جميل. الأمر أكبر من ذلك بكثير، قد يصل في الصين إلى الأثاث وما شابه، يعني حتى مكيفات الهواء. فهي شركة كبيرة جدا، وفي هذا الأسبوع أننا نتحدث عن آخر التقنيات، ففي هذا الأسبوع قامت بإطلاق يعني هاتف جديد أثار الضجة، وهو مي 11 ألترا، وهو أغلى هاتف تطلقه في السوق العالمي. في العادة أسعار الهواتف لا تتخطى يعني 900 يورو 1000 يورو، سعر هذا الهاتف في السوق الأوروبي على سبيل المثال 1200 يورو، لأنه مزود يعني بالتكنولوجيا قد تكون تكنولوجيا العام القادم، من إذا ما نظرنا إلى سرعة الشحن والكاميرا وما إلى ذلك. فهذا الأمر أيضا أثار يعني عديد المواقع والأخبار التقنية والمتحمسين للتكنولوجيا لتجربة الهاتف، وربما خلال أسبوع سنبدأ برؤية بعض المراجعات على يوتيوب وما إلى ذلك
يعني لنرى الأداء الحقيقي أصداء للهاتف. الاستخدام. تماما. وأيضا المي باند هي أمم من المنتجات المشهورة، أطلقت مي باند 6، والمي باند هو يعني سوارة ذكية أو شبه ساعة ذكية أمم لتعقب الخطوات المشي والأداء الرياضي مثلا لمحبي الرياضة أو المتحمسين للرياضة. جميل. المي باند 6 سعرها الأوروبي سيكون في السوق الأوروبي 45 يورو، وأيضا السعر في السوق التركي سيكون شبيه بذلك. فالجديد هو أن شاشة العرض أصبحت أكبر من الشاشة السابقة، وأيضا زيادة البرامج الرياضية. فمن كان يود شراء يعني مي باند فلينتظر بضعة أيام أو أسابيع قليلة جدا، وسيحصل على النسخة الجديدة بسعر قريب من مي باند 5 النسخة السابقة. والخبر الأخير هو من شركة ون بلس، وهي شركة صينية أيضا. نعم. ون بلس أطلقت هاتفين خلال الأسبوع الماضي، ون بلس 9 وون بلس 9 برو، بأسعار الون بلس العادي 650 يورو، ون بلس 9 برو 900 يورو في السوق العالمي. كلاهما هاتفين ممتازين، وسيتواجدان أيضا في السوق التركي بأسعار أعلى من ذلك طبعا. هاتفين ممتازين، يعني الشركة هذه ليست مشهورة جدا بالفعل انا جاي اقول لكنها لك صراحه لأول استاذ مرة. عبد القادر، يعني ما سمعانا فيها، يعني مثلا في شركات هلا نحن يمكن عم نسمع بشيء اسمه اوبو، اذا عندك اطلاع، عم نشاهد يعني اعلاناته ايضا على القنوات التلفزيونيه بكثافه، يعني جديد اصلا هذا الاسم، منا متعودين نسمعه. فهي الشركه كمان الصينيه يمكن كمان جديد هذا، يمكن اول هاتف لها بالسوق. لا لا، هي ليست أول هاتف، لكن طريقة البيع للشركة في الماضي كانت محصورة على نظام الدعوات، بمعنى أنه إذا أنت أردت شراء هاتف يجب أن تحصل على دعوة من شخص اشترى هذا الهاتف مثلا أسلوب مسبقا. مميز. ومن ثم بدأت، نعم كان أسلوب حصري ربما ومحدود لعدد نعم. لمحدودية الهواتف، وكانت تصاميمها ويعني مميزاتها جدا قوية نسبة للسوق الموجود. فاليوم بدأت بالانتشار أكثر وأكثر، وربما نشهد انتشارها في السوق الأوروبي في السنوات القليلة القادمة بشكل أكبر. فهذين الهاتفين يعني مزودين بالمعالج الأقوى في أجهزة الأندرويد مثل هاتف شاومي الجديد، جميل. وأيضا بكاميرات ومستشعرات كبيرة. والجديد في الأمر أن الشركة لأول مرة دخلت عالم الساعات الذكية، وستبدأ بإنتاج سمارت ووتش يعني ساعة ذكية بسعر 160 يورو في السوق الأوروبي. يعني تعتبر فيعني يمكن سعرها غالي سنكون نسبيا مهتمين. ولا مقبول؟ نسبة للسوق الأوروبي هو سعر متوسط، ليس متوسط. نعم. رخيص وليس غالي. يعني الأجهزة من سامسونج ومن آيفون تفوق 300 يورو بالعادة، فنتحدث نعم عن نصف السعر تقريبا. جميل. بصراحة أنا حابة بس استفيد من وجودك معنا أستاذ عبد القادر، إذا عندك أي معلومات متعلقة بالهواتف اللي ذكرتها منذ قليل، هن السامسونج والآيفون يمكن الأكثر استخداما بين الشريحة الموجودة بتركيا بشكل خاص وربما العالم العربي، نحكي عن آخر المستجدات أو يعني الإصدارات فيما يتعلق بهدول الهاتفين. يعني هواتف سامسونج قد تكون أكثر انتشارا من هواتف آيفون، وذلك نعم. لطبيعة أسعار الشركة. يعني آيفون توفر فقط ما يسمى بالأجهزة الرائدة، لا يوجد في آيفون أجهزة بسعر متوسط حقيقة. معظم الأجهزة حتى ما يسمى السعر المتوسط في آيفون هو يعتبر سعر عالي نسبة مرتفع. لبعض أجهزة سامسونج. فنعم سعر مرتفع بعض الشيء نسبة لأجهزة سامسونج، لذلك الأكثر انتشارا ربما من آيفون يعني في العالم العربي قد تكون إصدارات قديمة بعض الشيء أو سابقة مثل آيفون 8، آيفون إكس ربما. لكن مثلا آيفون 12 وآيفون 12 برو ماكس لا أعتقد أنه يتواجد في السوق، يعني لا أعتقد أنه يستهدف السوق التركي والعربي باستثناء منطقة الخليج طبعا. ومن سامسونج نرى في الجانب الآخر أيضا بأن مثلا الهاتف الأغلى من سامسونج وهو سامسونج نوت 20 ألترا على سبيل المثال، سيكون لديه سعر مشابه للآيفون 12 برو ماكس، لذلك فهو لا يتواجد بكميات كبيرة. يعني السوق الأمثل للعالم العربي في دولة كمصر مثلا، الدولة العربية الأكبر، هو
سوق الأجهزة المتوسطة والأجهزة الابتدائية، يعني ابتدائية السعر. نعم لذلك فهذا السوق مثلا في مصر مسيطر عليه من شركة شاومي وأوبو وأيضا سامسونج بالتأكيد في المركز الأول. فهذا هو السوق الأكثر تداولا والأكثر تناسبا مع القدرة الشرائية يعني للدول العربية. جميل جدا هذا التفريق استاذ عبد القادر، بالفعل نحن بدنا نشكرك على هالمعلومات التوضيحات، حتى ممكن تكون عطيتنا يعني تفاصيل بما يتعلق بموضوع مين اللي حابب كمان يشتري اجهزه، ويعني تدله للطريق الصحيح سواء كانت الاجهزه اللي بفضل الاسعار المرتفعه او حتى الاسعار المتوسطه. انا بالنهايه بدي اتشكرك استاذ عبد القادر عبد الحليم، مهتم بالتكنولوجيا وتقنيات الاعلام الجديد، اكيد ان شاء الله رح يكون لنا حوارات اخرى متعلقة بتفاصيل أخرى ومستجدات أخرى بعالم التكنولوجيا، شكرا جزيلا لك.